السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صح المحمود، طالبة بالصف الأول الإعدادي، ونقول اليوم لقاء قصير عن الحجاب. السلام عليكم زميلاتي العزيزات، أتوجه إليكم بالتحية المغلفة بالحكمة والهدى من رب العالمين. حجابك أختي في الله هو عنوان شخصيتك، وسترك لذاتك هو دليل عفتك. فجاهدي وسوسة الشيطان وامنعيه عن انتصاره عليك، وسعي لنصرة عفتك وطهارتك ودينك، وتممي حسن خلقك بستر بدنك الستر الشرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس عنيزة الأهلية، تعليم رائد لجيل واعد. إنا سمعنا أختنا شيئا عجابي، قالوا كلام لا يصر عن الحجاب، قالوا خياما علقت بين الرقاب، قالوا ظلاما حاركا بين الثياب، قالوا التأخر والتخلف في النقاب، قالوا الرشاقة والتطور في غيابي، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه كتابي، رسموا طريقا للتبرج لا يضيع الشباب. يا أختنا هذا نداء الحاقدين من الذئاب، يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب، يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب، يا أختنا هذا نباح لا يؤثر في السحاب، يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب، فالجنة المأوى ويا حسن المآب، والنار مثوى الظالمين لهم عقابي، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب. مدارس عنيزة الأهلية، تعليم رائد لجيل واعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن الحجاب. أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بعدم التبرج وأمرها بالاحتجام لما يعود عليها من منفعة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا تكون صارت نفسها وعفافها من أعين غرباء، أما في الآخرة فقد نالت رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه بعض الصفات الصحيحة للحجاب: أولا استيعاب جميع البدن، ثانيا ألا يكون زينة في نفسه، ثالثا أن يكون صفيقا لا يشف، رابعا أن يكون فضفاضا غير ضيق، خامسا ألا يكون مغبرا مطيبا، سادسا ألا يشبه لباس الرجال، سابعا ألا يشبه لباس الكافرات، ثامنا ألا يكون لباس شهرة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، صدق الله العظيم. وهذه بعض العبارات عن الحجاب. الحجاب قبل الحجاب، امرأة بلا حجاب كمدينة بلا أسوار، الحجاب شعار التقوى والإسلام، الحجاب برهان الحياة والاحتشام، الحجاب سياج الإجلال والاحترام، الحجاب أشرف إكليل لجمالك وأعظم دليل على أدبك وكلامك. والسلام عليكم ورحمة الله. مدارس عنيزة الأهلية، تعليم رائد لجيل واعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ريماس إيهاب، وهذه هي مشاركتي لمسابقة الحجاب. حجابك نوع من أنواع النعيم ستسألين عنه، حجابك عنوان طهر ولباسه شرف وتقوى، حجاب المرأة تاج فوق رأسها وزينة لها في قبرها ويوم العرض على ربها، حجابك زينتك للجنة وسيلتك، الحجاب قبل مدارس عنيزة الأهلية، تعليم رائد لجيل واعد.